السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بسلسلة النفروباثولوجي. بدأنا بعرض الحالات السريرية، اليوم حنعرض الحالة الثانية. في عندي مريضة عمرها 87 سنة، كوكيجن يعني بيضاء، اجت لعندي بشكوى بدء مفاجئ او بدء حاد لوزمة بالطرفين السفليين. شخص لها نيفروتيك وشخصنا لها نيفروتيك سيندروم، لانه في عندها بيل بروتينيا بالنيفروتيك رينج، يعني اكثر من 3.5 جرام بال24 ساعه، اضافه لعندها نقص الالبومين، اضافه للمظاهر النفروز الثانيه او النيفروتيك سيندروم الثاني اللي هي الوذمات وفرط الكوليسترول والمظاهر الثانيه. بتحاليلها في عندها acute kidney injury، قصور كلوي حاد أو أذية كلية حادة، الكرياتين وصل عندها ل 2.84. بالباس ميديكال هيستوري ضغطها، عندها ارتفاع ضغط شرياني، في عندها اكتئاب، في عندها فقر دم، اوسيو ارثرايتس، في بيبتيك السر ديزيز، داء قرحي معدي، وعدم استمساك مثاني. بأدويتها بسواء بالأدوية اللي عم تاخدها حاليا، في عندها تاخد فيروزومايد، ميتوبرولول، ديلوكسيتين، ميرتازابين، البرازولام، هيدروكسيكودون، بانتوبرازول، ريزيدرونيت، أسبرين، وبوليساكرايد ايرون كومبلكس اللي هو الحديد البوليساكرايد. ما عندها قصة داء سكري، ما عندها تعرض حديث للإنسيدز. البيز لاين كرياتين تبعها هو 0.6 ملي جرام بالديسيلتر، يعني كان طبيعي 3 اشهر، من 3 اشهر يعني عنده قصور كلوي حاد حاليا. بالفيزيكال اكزام بالفحص السريري ضغطها 187 على 92، عندها وذم الطرفين سفليين 3 بلس، وذمه انطباعيه، ما في عندها ضخامه كبد وطحال، ما في عندها تظاهرات جلديه. بالتحاليل الدم البول 24 ساعة أظهر 18 جرام بروتين، وهذا رقم عالي، قلنا النيفروتيك رينج أكثر من 3.5، 18 رقم عالي كتير. الألبومين بالسيروم 1.7، الهيماتوكريت 34، الكومبليمنت كانت طبيعية سواء C3 أو C4، ما في عنده ايفيدنس على مونوكلونال سيروم اور يورين سبايك، يعني ما في عنده مونوكلوناليتي. عملنا الالكتروفوريسيس الرحلان الكهربائي سواء ببروتينات المصل او البول، ما في عنده ايفيدنس للسبايكس او ذره. بفحص البول في عنده البروتين 4 بلس، وهذا بيتناسب مع وجود 18 جرام بالبول، وقلنا دلالته بأحد المحاضرات. في عنده ار بي سيز، في عنده كريات حمراء 8 ل 10 كريات بالساحه الهاي باور فيلد، في عنده كريات بيضاء 30 ل 50 كريه بالساحه الهاي باور فيلد، ما في عنده اسطوانات خلويه. فحص زرع البول اجى ايجابي للايكولاي. بالنسبة للتحاليل المصلية الثانية كانت كلها نيجاتيف، الـ ANA الـ Hepatitis C Antibodies، الـ HBS Antigen، الـ ANCA، والـ Anti-GPM. هذه هي سلايدات الكيدني بايوبسي، هأعطيكم 5 ثواني مشان تثبتوا الفيديو إذا بدكم تقرأوها وتحطوا ملاحظاتكم عليها. هاي السلايد الأول، هذا السلايد الثاني، هذا خلال كلوي انترستيشيوم وهي انابيب، هذا مقطع باحد الارتريولز الشرينات او بالانترستيشيوم، وهذا مقطع مجهر الكتروني، مقطع مجهر الكتروني ثاني. شو هو التشخيص المحتمل او الافضل عند هي المريضه؟ هل هو مينيمال تشينج ديزيز، داء الكبد قليل التبدلات؟ هل هو اميلويدوسيس، داء النشواني؟ هل هو ميمبرينس نيفروباثي، اعتلال الكلى الغشائي؟ هل هو اف اس جي اس اللي هو التصلب الكبي البؤري القطعي؟ في عندهم عده اشكال، منهم الجلوميرول تيب ليجن فاريانت، هذا احد اشكاله. هل هو acute tubular necrosis، هو نخر أنبوبي حاد ببساطة؟ فكروا بالجواب، ممكن ترجعوا للسلايدات وننتقل بعدها للإجابة، ممكن تثبتوا الفيديو بهاي المرحلة. ببدأ بقراءة السلايدات، أولا هذا مقطع بكبة كلوية،
هذا الملون هو سيلفرستين. لاحظوا انه البيزمنت ممبرين والبومن كبسول والتيوبلر ممبرين بيزمنت ممبرين كلها ملونه باللون الاسود، فهذا سيلفرستين. اول شيء طلعوا على اللومنز، على الكابيلاري لومنز، انا شايفها كلها مفتوحه، ما انا شايف بروليفريشن داخلها، وبالتالي ما في شيء ابنورمالتي بالاندوثيليوم، ما في بروليفريشن. الميزانجوم انا شايفها ما في تكاثر خلوي فيها، ما في ميزانجل اكسبانشن. البومن سبيس شايفها كلها فري، ما في ولا كريسنت. والجي بي ام شايف سماكته طبيعيه قياسا بالتيوبولار بيزمنت ميمبرين، وبالتالي انا بقرا هذه الجلوميرولوس انها نورمال، هذا اللي بنشوفه بالمجهر الضوئي بالسيلفرستين بهي الحاده. هذا مقطع بالانترستيشيوم، هذه كلها مقاطع بانابيب كلويه. لاحظوا انه طبعا هذا مش طبيعي، هذا ابنورمال. لاحظوا انه اولا في عندك سمبليفيكيشن بسموها، في تبسيط، او في عندك يعني زوال للبطانه تبع الانابيب الكلويه، الخلايا عم تفقد النوى تبعها. لاحظوا انه في شويه سلافينج هون، في شويه يعني الخلايا عم تتخرب وعم تروح للمعه، هي كلها بتنزل لتحت وممكن تسد الانابيب، وممكن تظهر ككاست بالبول على فكره. هذا المنظر بيتوافق مع أذية كلوية حادة، مع أذية أنبوبية حادة، مع أكيوت تيبولر إنجري. بس هذا لا يعني إنه هي تشخيص الحالة، بس هي بس هيك بقرأ السلايد لحاله. في أكيوت تيبولر إنجري مرافقة للتشخيص الأصلي اللي حنشوف شو هو. فسيمبليفيكيشن، لوز أوف بوردر براش بوردر، زوال حافة الفرشاة. سمبليفيكيشن، زوال النوى، هذه كلها اكيوت تيبولر انجري. هذا مقطع بشريان، لاحظوا التسمك، لاحظوا الهيالينوسيس، ترسب المواد الهيالينيه بالانتيما تبعه، فهذا ارتيريوسكليروسيس، في تصلب بالشريان. هذا مقطع مجهر الكتروني في صورتين، حاقراهم بشكل سريع. اول شيء لاحظوا انه هذا البيزمنت ممبرين، هذا اللي عم حرك المؤشر عليه، هون اللمعة، هون الكابيلاري، شايف هي كلها كريات حمراء، نفس الكلام بالطرف الثاني، هون الميزانجوم بهي المكان. فلاحظوا انه وقت نطلع على المجهر الالكتروني بيطلع اذا كان في ديبوزيتس، في معقدات مناعيه جوا الغشاء القاعدي. انا ماني شايف معقدات مناعيه جوا الغشاء القاعدي، ولا انا شايف معقدات مناعيه بالميزانجوم، ولا بالصب اندوثيليال، ولا صب ابيثيليال. بس الفوت بروسيس اللي هي الاستطالات القدميه انا شايفها افيست، يعني ممحيه. لاحظوا ان كلها ملتحمه مع بعضها، فانا بقرا هذا السلايد از فود بروسيس افيسمنت. نفس الكلام بحكي عن هذا السلايد، ماني شايف اني ديبوزيتس، الفود بروسيس كلها افيست بهذا السلايد. فلحد هلا نحن شفنا كوبب سليمه بالمجهر الضوئي، اضافه الى فود بروسيس افيسمنت بالمجهر الالكتروني بدون معقدات مناعيه، مع مرافقة لأذية كلية حادة acute tubular injury بالانترستيشيوم. هذا كله بيخلينا نحط تشخيص المينيمال تشينج ديزيز. مينيمال تشينج ديزيز مترافق مع acute tubular injury. فالسلايد الأول مثل ما قلنا كان طبيعي، السلايد الثاني تبع الانترستيشيوم كان في عندك السمبليفيكيشن مثل ما حكينا، لوز اوف براش بوردر، هذه كلها acute tubular injury. فهو مينيمال تشينج ديزيز مع اكيوت كيدني انجري، صوره الارتري كان ارتيريوسكليروسيس، المجهر الالكتروني شوفنا الفوت بروسيس افيسمنت بدون اي توضع لمعقدات مناعيه. المريضه بعد الكيدني بايبسي هذه اخذت ستيرويد، حطيناها على اورال ستيرويد، وبعد 3 اسابيع الكرياتينين تبعها تحسن ل 1.1، الوذمات تحسنت، وتقريبا البروتينوريا نقصت عندها فاستجابت للستيرويدات. ننتقل للنقاش المينيمال تشينج ديزيز. بداية او باختصار فيني اقول انه هذه كبة كلوية سليمة، عرضناها صرنا اكثر من مرة، في عنا كابيلاري، هذه كلها كابيلاري، في عندي هاي المسافة البولية. لاحظوا الفوت بروسيس
كلها سليمة. هذه البودوسايتس الكبيرة، الفود بروسيس متوزعة على كامل الغشاء القاعدي من الخارج. لما بيصير في عندي أذية ما بهي الخلايا القدمية، بتضطرب وظيفتها، الفود بروسيس بتصير افيزد، هذا بيقول لي انه هذا هو مرض المينيمال تشينج ديزيز. طبعا ما لازم يكون في عندي اي امينو ديبوزيشن سواء بالامينوفلوريسنس او بالالكترون مايكروسكوب، ما في معقدات مناعيه متوضعه سواء بالميزانجوم او بالبيزمنت ممبرين سواء سب ابيثيليال او سب اندوثيليال. هلا ليش عم يصير هذا الافيسمنت، ليش عم تصير هي الاذيه؟ عم يصير حقيقة هو البودوسايت سايتوسكيليتن دي ارانجمنت، عم يصير اضطراب بالهيكل الخلوي لخلايا البودوسايتس. شرحته أكثر من مرة، ربما المحاضرة رقم 3 شرح تفصيلي لهذا الهيكل الخلوي للبودوسايتس. عم يصير في اضطراب لإله، وعم يضطرب معه سليت ديافراغم اللي هو بتشكل من استطالات الخلايا القدمية. هذا الشيء عم يكون سببه ممكن ربما، وهذا الشيء لحد هلا ما قدرنا نجزم فيه رغم انه الابحاث مستمرة عليه من 40 سنة، ربما من 40 سنة انوضعت هالنظرية انه في عندك شيء عم يخلي الخلايا هي تضطرب وظيفتها. الفاكتور اللي عم يخلي وظيفتها تضطرب هو السولبل اميون فاكتور، مع لحد هلا ما في شيء جازم 100% انه نحن عرفنا شو هو العامل، وان كان التجارب الحيوانيه اثبتت وجوده واثبتت ربما هذا او ربما هذا في ابحاث على عده اماكن. فهذا عم يخلي الخلايا القدميه تضطرب وظيفتها، عم تزول الشحنه السلبيه من البيزمنت ممبرين، وبالتالي عم يسمح للالبومين انه يطلع ويمرق للمسافه البوليه ويظهر بالبول. هذا هو باختصار المينيمال تشينج ديزيز. طيب خلينا نعقدها شوي وندخل بالتفاصيل. ربما لو اكتفينا لهون بالنسبة للشخص اللي مو حابب يتعمق هذا يكفي، بس للي حابب يتعمق اكثر ويشوف العلم وين وصل او شو هو الابحاث وين عم تجرى حاليا، رغم اني قلت انه ما في جواب قاطع، فانا بنصح انه نسمع اكثر بدءا من هاي السلايدات. فاللي الشيء اللي عم يصير حقيقة انه هذه البودوسايتس في سولوبل فاكتور، في عنصر موجود بالسيرم عم يجي عم يأثر على وظيفتها وعم يخلي الهيكل الخلوي تبعها يتخرب، بدل ما يكون الأكتين زي ما شايفين البودوسايت نظامية وطبيعية، النفرين متواجد بيناتهم عم يعمل سليت ديافراغم. في سولوبل فاكتور عم يجي عم يخرب هاي العملية وعم يخلي يتخرب الهيكل الخلوي وبالتالي الألبومين يمرق. ليش شو هو هذا السولوبل فاكتور؟ هذا السولوبل فاكتور ممكن يكون سايتوكين. مين عم يفرز هذه السايتوكين؟ هو التي سيلز. معظم هذول المرضى في عندهم او بشكل عام الشيء اللي نحن شبه متاكدين منه انه الخلايا التائيه بهذول المرضى ما هي خلايا سليمه، في عندها اضطراب سواء بتوازن بين الخلايا التي اتش 17 مع تي ريجولاتوري، النسبه بيناتهم تي اتش 2 مع تي اتش 1. لحد هلا ما مثل ما قلنا نحن متاكدين انه التي سيل فيها مشكله، بس لحد هلا ما حطينا ايدنا على الجرح تماما وين المشكله بالضبط. في كتير ابحاث وحاستعرض شوي منها بشكل سريع. فاضطراب الخلايا التائيه عم يفرز هذا السيتوكين وعم يجي عم ياثر على مستقبلات معينه على خلايا البودوسايتس، عم يخرب الهيكل الخلوي تبعها ويساوي افيس، وبالتالي الالبومين الشحنه السلبيه بتروح والالبومين بيمرق وبيظهر بالبول. مرة تانية النفرين صرت حاكي عنه أكثر من مرة، وهذا السلايد صرت عارضه أكثر من مرة. هذه البودوسايت، هذا الكابيلاري لومن هو من جوا، هذه البيزمنت ممبرين، عفوا هذا البيزمنت ممبرين، وهذه الفينستريتد اندوثيليوم. البودوسايتس تتشكل بين الاستطالات القدمية وهي بتعمل سليت ديافراغم. هذه البودوسايتس تتفاعل بالشكل الطبيعي بينها وبين الأكتيني. مش هي ما هي يعني خلينا نتخيلها انه هذه الخلايا القدميه عم ترسل استطالاتها لتحيط بالكابيلاري بالانبوب او بالوعاء الشعري، بس ما هي استطالات ثابته،
هي دايناميك، في عندك تغير مستمر للحرق بحركتها، كأنه هي عم تحيط بالأنبوب بالكابيلاري بالوعاء الشعري بشكل مستمر. ففي دائما عمليات كيميائية بتصير بين البودوسايتس وبين الأكتين بتواسطات معينة بتخلي هذه البودوسايتس تتحرك وتتغير مكانها. فهذا شيء مهم انه نعرفه بالحالة الطبيعية. لما بيضطرب هذا الموضوع ممكن يصير في عندي المينيمال تشينج ديزيز. فمرة ثانية، النفرين هو بروتين ترانس ممبرين بروتين، ممكن يصير في عنده فسفرة او ديفوسفوريليتد، يعني بيصير بيتفعل او باضافة الفوسفور هي تفعيل او ازالة التفعيل. هذا الشيء بيغير من الميكروتيوبلز اللي هي الاكتين، وهذا بيسمح مثل ما ان البودوسايتس انه تستطيل، انه تتقلص، انه تهاجر، انه تحرك الشيء اللي عم الاستطالات اللي عم تحيط بالكابيلاري تتغير مكانها. هذا الشيء الطبيعي. لاحظوا هون النفرين، في عندك هاي جذور الفوسفور عم تتفاعل لتوصل للاكتين، الاكتين فايبر، وعم تحافظ على البودوسايتس سكيلتون. لما عم يصير في اضطراب بهي العملية الفوسفوريليشن، عم يضطرب الهيكل، شايفين سكيلتون هون كيف انخرب وصار في افيس، لاحظوا فرق بين هي وهي. فهذا الشيء عم يخلي البنية البودوسايت كلها تضطرب، وبالتالي بتسمح بمرور البروتين. هلأ ليش عم يصير هذا الشيء؟ CD80 عم يزيد بهذول المرضى، CD80 عم يزيد الإكسبريشن للCD80 عند هذول الخلايا. ليش عم يصير هذا الشيء؟ عم يصير بسبب انترلوكينز من خلال TLR4 TLR3، سواء انترلوكين او حتى ميكروبس كمان، حتى انفكشن. المينيمال تشينج ممكن يصير في ريلابس او في تريجر بسبب انفكشن او حتى الليرجي بالمناسبة. هي كلها ممكن تحرض سواء نكس بهذا المرض او بظهوره لاول مرة. فهل العامل اللي عم يكون السيرم فاكتور او السلوبل فاكتور هو انترلوكين او ميكروبال برودكت، عم يعمل اكتيفيشن على هاي المستقبلات، عم يزيد السي دي 80 اكسبريشن، وهذا الشيء عم يأثر على الفوسفوريليشن بهي المرحلة، وبالتالي عم يخرب الهيكل السيتوسكيليتون تبع البودوسايتس. نظرية تانية بتقول الانجيو بروتين لايك 4 ممكن يكون له دور، وهذا الشيء عم يخرب الشحنة السالبي، اضافة الى عم يخرب الشحنة السالبي، وبالتالي عم يمرق البروتين او الالبومين السائل اللي هو شحنته سالبة، ما عاد في شيء بيمنع مروره، وبالتالي بيظهر بالبول. فهذا شرح للكلام اللي حكيناه، انه النفرين بالحاله الطبيعيه بشكل في له روابط مع الفوت، هو اصلا بشكل روابط بين الفوت بروسيس، بين الفوت بروسيس مع الفوت بروسيس الجاره. الفسفرة تبع النفرين هي بتحافظ او بتحافظ على ثبات الهيكل الخلوي للبودوسايتس. لما بيضطرب هذا الموضوع بيصير في عندي upregulation لل CD80، بيزيد الاكسبريشن تبعها، وبالتالي هذا الشيء بيخرب الفوسفوريليشن هذه، وبيمنع التواصل بين النفرين وبين الاكتين السيتوسكيليتون، وبالتالي بيصير في عندي الافيسمنت. ذكركم بال CD80، هي الصورة ربما اللي بيشتغل بالمناعة، حافظها منيح، هي آلية عمل الأدوية المناعية، كيف الانتيجين بريزنتينج سيلز، كيف بتفعل الخلايا التائية هذه التي سيلز. في عندك ثلاث إشارات، أول إشارة تفعيل تنتقل للنواة، ما حادخل بتفصيلها، بعدين هي نفس الخلية التائية بتصدر الانترلوكين 2 اللي هو بيفعل الخلية التائية بحد ذاته. هي كلها اماكن عمل الادويه المناعيه. هلا من الباثويز تبع التفعيل المناعي، في شغله اسمها الكوستيميليشن. الكوستيميليشن انه السي دي 80 الموجوده هون على الخلايا المقدمه للانتيجين بريزنتينج سيلز، هذه السي 80 السي دي 80 بتفعل المستقبل تبعها السي دي 28، وهذا الشيء بيزيد بيعضد او بيشد من تفعيل المناعي للخلايا التائيه. هذا الشيء نحن في عنا أدوية بتتحكم فيه، في أدوية بتثبط هذا التفعيل بنسميها CTLA4 immunoglobulin، في أدوية موجودة هذا اسمه الكوستيميليشن.
هلا اللي عم يصير انه على الخلايا القدميه البودوسايت السي دي 8 عم يصدر او عم اوفر اكسبريشن عم يتشكل او عم يكون متواجد بكميه اكبر من الشيء الطبيعي. فهل هذا هو طريق او هذا باثوي ممكن اذا ثبطناه يكون علاج مستقبلي وارد او ممكن او فعال لمرضى المينيمال تشينج؟ هذا الحكي الايام حتثبته. لحد هلا ما هو جزء من العلاجات المكتوبه بالكتب. مرة ثانية الخلايا المقدمة للمستضد لما بترتبط لما بتقدم المستضد بتفعل الخلايا التائية في CD80 لازم يرتبط مع CD28 من طرف الخلايا التائية ليزيد تفعيل، هذا اسمه الكوستيميليشن، فبيزيد من تكاثرها. لما في مثبط موجود اصلا على الخلايا التائية هو CTLA4، هذا لما بيرتبط مع CD80 بيثبط هذا الكوستيميليشن. فنحن اذا جبنا مركب شبيه CTLA4 وربطناه مع CD80 فهذا بيثبت الكوستيميليشن، وهذا الشيء موجود حقيقه. فCD80 اوفر اكسبريشن بالداخل بالفوسفوريليشن تبع النفرين، هذا CD80 بيكون اعلى بمرضى مينيمال تشينج لو قارناهم بالFSGS اللي هو المرض الشبيه جدا بالمينيمال تشينج، لذلك عم نقارنهم فيهم. الأدوية مثل ما قلنا CTLA4 ما بتأثر كثير على البيلة البروتينية بمرضى FSGS، بينما ممكن وفعلا في case reports بيشتغل على مرضى minimal change، فهذا ربما بيدعم هاي النظرية. هلأ حتى لو عملنا اليورينري، حتى لو عايرنا CD80 بالبول حيكون أعلى بالminimal change قياسا بالFSGS، وهذا بيدعم نظرية أن CD80 ربما هو أحد مفاتيح الحل. أنا عم أعرض CD80 في كتير بروتينات تانية موجودة، أنا حاول أختصر وأعرض أحد النظريات لأنه هذا الشيء يعني عم حاول بسط قدر الإمكان. فهي من المناعة مرة تانية، هي الانتيبادي بريزنتينج سيلز اللي نحن بحالتنا هي البودوسايتس عم تقوم بدورها. لما بتفعل التي سيل CD80 من الخلايا القدمية، لو ثبطناه بمركب بيشبه اللي قلنا هو CTLA4، هذا المركب الدواء متوافر وموجود اسمه الاباتاسيبتس، وفي البيلاتاسيبتس كمان متوافر. لو ثبطنا هذا ممكن يكون علاج واعد او ممكن وارد مثل ما قلنا انه يخفف البيلا بروتيني او يكون علاج للحالة بحد ذاتها. برجع باختصر، فالآلية الامراضية لآلية الخلايا القدمية نقص بفسفرة النفرين اللي شرحته بالتفصيل، إضافة لآلية تانية ما حابب أخوض فيها أنه البودوسايت أدهيجن للجي بي ام بتواصل بمركب اسمه الانتجرين، بيصير في تغييرات فيه كمان إضافة للي حكينا بالنسبة للنفرين، وهذا الشيء ممكن يأثر على سوء وظيفة البودوسايت. إضافة إلى فقد الشحنة السالبة للغشاء القاعدي اللي هي أحد الآليات المذكورة بأنه الآليات المذكورة بتفسر حدوث البيلة الألبومينية السيلكتيف للألبومين فقط. في أسباب ثانوية للمينيمال تشينج ممكن الماليجنانسي في بالذات الهوجكين لينفوما، وهذا أحد أحد الأسباب اللي خلتنا نبحث أنه ليش بيصير في تي سيل ديسفانكشن، أنه بيشيع هذا المرض عند مرضى الهوجكين لينفوما. إضافة للإنفكشنز سواء سيفليس HIV أو هيباتيتس سي، لاحظوا أنه الهيباتيتس بي ما هو موجود بين القائمة. من الأدوية الإنسيدز أشهرها بتساوي مينيمال تشينج، إضافة للذئب الجهازي كمان بيعمل مينيمال تشينج بيصير اسمه بودوسايتوباثي. لما بيصير في مينيمال تشينج مع الاسلي بيسموه ليبوس بودوسايتوباثي. رح اعرض شوية سلايدات بتذكركم انه المينيمال تشينج اول شيء باللايت مايكروسكوبي هذا سيلفر سين، صورة طبيعية ما بتشوف فيها اي اضطراب، لاحظوا انه المسافة البولية سليمة ما في عندي كريسنس، الكابيلاري لومنز كلها مفتوحة ما في بروليفريشن جوا الكابيلاريز، الميزانجوم سليم ما في عنده هايبر سيلولاريتي، وبالتالي هذه القراءة انه هذه سليم هذا اللايت تشين. لو رحنا للمجهر الالكتروني حتشوفوا انه الجي بي ام ما فيه معقدات مناعية، اضافة الى البودوسايت افيسمنت لاحظوا انه كيف ملتحمة مع بعضها جميعا بكامل الغشاء القاعدي ديفيوز. بحب ذكركم او برجع بذكر مرة تانية انه الاكيوت كيدني انجري او الاكيوت تيبولر انجري شائع بمرضى المينيمال تشينج عند المسنين،
وليس عند الاطفال مثلا، الاطفال ما بيجي معهم اكيوت كيدني انجري. عند المسنين لاحظوا هون كيف سلافينج للسيلز جوا الكابيلاري جوا تيوب اللومن، هذه تيوبلز هذه انابيب، لاحظوا انه في شويه وذمه، الانابيب ما هي باك تو باك، في سمبليفيكيشن، فقد للنويات والانويه، اضافه لفقد للبراش بوردر. في شويه فارينتس حبيت اعرضهم بهي السلايدات الاخيره. في ديفيوز ميزانجل هايبرسيلولاريتي، هذا احد تنوعات المينيمال تشينج ديزيز، انه بيكون في عندك، لاحظوا انه هون المسافه البوليه سليمه، الكابيلاري مفتوحه لهذا لما في اضطراب، بس الميزانجوم لاحظوا الميزانجوم في هايبرسيلولاريتي، اكثر من 3 او 4 خلايا بكل ميزانجوم، وهذا احد الفارينتس للمينيمال تشينج ديزيز. من الفاريانت الثاني هو الاي جي ام نفروباثي، الشيء المتوقع والمقبول انه يكون في شويه اي جي ام بالاي اف، وسببها انه هي جزيئات كبيره فممكن نعملها تراب بالميزانجوم، لاحظوا هذا التوزع ميزانجيمي. بس لو كان بالالكترون مايكروسكوب في الكترون دينس ديبوزيشن، فصار اسمه مرض جديد اسمه الاي جي ام نفروباثي، احد الفاريانتس كمان للمينيمال تشينج، وان كان انذاره اسوأ لانه بيكون مقاوم للستيرويدات وبينكس كتير، شايف على الاقل منه مريضة واحدة. C1Q نيفروباثي كمان احد الفاريانتس، هذا C1Q نيفروباثي بيكون في ترسب للC1Q بالميزانجوم. C1Q هو احد مركبات المتممة كومبليمنت، لما بيكون متراكم لحاله ما معه شيء تاني فهذا variant للminimal change، لو كان معه الشغلات التانية سواء C3 مع الـ IgM مع الـ IgA مع الـ IgG full house صار اسمه lupus nephritis. هيك اظن بيكون خلصت عرض المينيمال تشينج، اتمنى ان يكون عرضته بشكل جيد، وسعت دائرة التفكير فيه. خليني اقول للاسف نحن عم حكيت انا على مدى 40 سنة بعدنا عم نبحث وندور عن التفسير الصحيح للي عم يصير بالمينيمال تشينج. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك والشير والسبسكرايب للقناة، وان شاء الله يا رب نلتقي بفيديوهات قادمة.